بطبيعة الحال هي مباراة مصيرية بين جوج فرق اللي كانوا أحسن جوج فرق في الموسم، لا فريق الجيش الملكي لا فريق الرجاء البيضاء، يعني واحد المسيرة اللي استثنائية بيناتهم بجوج. الجيش كتشوف الإحصائية ترى ما كاينش واحد الفرق كبير. الرجاء البيضاء اللي حقق البطولة الذهبية بحال اللي داروا باير ليفركوزن، أول حاجة كنهنئهم، مبروك عليهم، مبروك على الشعب الرجاوي. كنضمن نقاط القوة ديال الرجاء ديال العام والاستقرار اللي ما كانش السنوات هذه قبل. كنظن لاحظ الجميع كاين استقرار فريق الرجاء البيضاوي، المدرب اللي عنده دور كبير انه بواحد مجموعه اللي تقريبا غالبية فيها كانوا جداد لقى داك الاستقرار. كانوا كان الكريتيك في البدايه، كانوا الناس يطالبوا بالنتائج ولكن المدرب راهن على المجموعه، راهن على العمل ديالو. يعني تحيه كبيره للعمل ديالو بان وصل المجموعه، امنوا انهم خصهم يديو اللقب حتى لاخر مباراه، حتى لهم هذاك الشيء وهنيئا لهم. يعني موسم استثنائي، عندهم دي زاليمون اللي قدو يديروا الفرق. كنجي نشوفوا ادم النفاتي اللي في الفورما، لاعب جزائري بوزوق، حتى اللاعب الجزائري اللي كيدخل كيعطي اضافه. هنا نهضروا على هذه النقطه ديال البونتوش، يعني اهم حاجه في الماتش هو البونتوش، خص يكون عندك هذاك اللاعب اللي قد يدخل يغير المقابله. فريق الرجاء البيضاوي عنده هاد لوبسيون هادي خصو يستغلها. العامل النفسي راه مهم بزاف في كره القدم، وكنظن ان فريق الرجاء البيضاوي ذهنيا راه حاضر. الدليل على ذلك انه حقق لقب البطوله الوطنيه، حتى الريمونتادا اللي داروا نهار دومي فينال ضد فريق مولوديه الوجدي، اللي بصراحه كنت اسف انهم طاحوا القسم الوطني الثاني في فريق اللي ما يستاهلش. كنظن نفسيا الرجاء واجدين على غرار فريق الجيش الملكي، وخا فريق الجيش الملكي نكونوا صريحين ما بانتش تاثير نفسي عليهم، لان في الماتش ديال النصف النهائي بان فريق كبير مرتاح. كيعرف هاد القضيه عجبتني في الجيش الملكي هذا العام، فريق كيعرف كيفاش يربح، فريق كيعرف كيفاش يدور كره، فريق كيلعب في هذيك اللحظات المهمه ديال الماتش. يعني كان ما توفقتش في الماتش ديال اكادير اللي كنخدم فيه حمراء، اللاعب ديال الدفاع اللي كنظن ان هذيك هو التغيير والتحول ديال البطوله ديال العام كامل هو هذيك الحمراء. ابار هذا الشيء كنظن فريق الجيش الملكي قدم موسم استثنائي كبير، عنده لاعبين كبار. ما نكذبش عليك انا الزحزوح مده هذه ما شفتش يلعب بهذه الكاليتي. شخصيا كيعجبني هذاك اللاعب اللي ما تيخافش، اللي كيجد كره تيقصد بي غوش بي دروا باش ما يجيش حاضر. عنده قيمه ديال اللعابه اللي فريمون انا كنتمتع نشوفهم. شحال هذه ما شفتش بحال هاد اللاعبين. يعني هذه رجاء عندهم لاعبين اللي كيديروا الفرق. عندهم ادم النفاتي يعني لعب معايا وكنعرفو شخصيا، كي لاعب اللي قاد يدير الفرق، ولاعب اللي كنتمنى نشوفه في واحد النيفو عالي. عنده لي كاليتي باش يوصل بعيد. نتمنى هاد الماتش يعطينا هذيك القيمه ديال هاد جوج فرق ديال هاد الموسم هادي، ان تكون الفرجه تكون المتعه. نتمنى الماتش يمشي حتى 120 دقيقه باش يكون واحد طابق كره، ومتاكد انه يكون واحد طابق كره واللي هو زوين. غادي يكون تخوف من الفريقين، طبيعة الحال هما فريقين اللي كيديروا الفرق. كنظن البدايه غادي تكون واحد شي شويه فريق حاضر من الفريق الاخر، ما هادشي ما تيمنعش ان غادي يكونوا محاولات، غادي يكونوا غتكون الفراجه، غيكون حتى الملعب تنظن ان غادي يكون حضور جماهيري اللي هو قوي. الفريقين بجوج لان عندهم واحد لاباز ديال الجمهور اللي هي كبيره بزاف، ورساله لهم ان دوز الماتش في اجواء اللي هي رياضيه في اخر مطاف، راه هو غير بالون منفوخ بالبرد. الرساله هي ان يخليوها داخله في نطاق ديال كره القدم، ما نمشيوش بعيد. نلعب كره يا رياضه، الناس غادا تفوج بحال واحد الويكاند تدي ولدك كيلعب في شي جرده، ولا يلعب في ديال الحديقه ولا ديال الغابه، هكا مباراه ديال كره القدم. مع انه نهائي اللي هو مهم، فهمتيني، ان طبيعه الحال كاس العرش مهم بالنسبه للفريقين بجوج. كنظن الحل هو الجماهير بجوج تعاونوا، ماشي عيب تعاونوا باش رجعوا. ما تنساش راه
جمهور ديال الرباط راه عنده تقريبا واحد 500 كيلومتر، جمهور الدرجه راه عنده واحد 400 كيلومتر يرجع. الضرب طريق بعيده، فكر في هذيك الطريق، فكر ان راه الوالده ديالك تتسينك، فكر ان ولادك تيسينك، مراتك تتسينك، تفادى المشاكل. عرفت هذيك الطريق فيها المشاكل، نحبس نساين، لا نخرجوا من التيران، نخرجوا مجموعي ما مزروبينش، حيت شفت واحد اللقطات ديال القاصرين تيضربوا بالحجر تيهرسوا شي ديال فريمون شي ديال الاجرام، ما خصناش نشوفوا، تعاونوا مع بعضياتنا باش نخليو شنو هذوك الناس ديال الشغب فين ياكلوا، فهمتيني؟ نعاونوا السلطات المحليه، ما تنساش هذاك هذاك رجل الامن سواء القوات المساعده سواء الامن الوطني، راه حتى هو جاي مكره انه باش يوفر لك الامن، عاونوا، ما نبقاش ما نعطيوش واحد الصوره اللي هي خايبه، البلاد داخله على تظاهرات اللي هي مهمه، وكاينين الناس اللي كيترصدوا لنا في الجناب، تيستغلوا هذه المواقف باش يشوفوا السمعه ديال الكره الوطنيه ولا السمعه ديال البلاد. البلاد في غنى على هذا الشيء، كنتمنوا ان المقابله تدوز في اجواء رياضيه، وتدوز تكون روح مريحه ما بين اللاعبين، حتى اللاعبين، نصيحه للاعبين، ما يكونش استفزازات، ما يكونش تكون سونطره مع كره، ما شاء الله يكون خير.